تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشيامنا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيت أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ونحن أيها الأحباب الكرام، في ظل هذه الظرفية التي نعيشها في المغرب، وفي ظل فيروس كورونا هذه الجائحة الشديدة، نحن في أمس الحاجة مدعوون جميعا لكي نتضامن فيما بيننا. فالمؤمن هو للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نحن في أمس الحاجة لكي نتضامن فيما بيننا، الفقراء والأغنياء والضعفاء والأثرياء، كل يمد بما أعطاه الله عز وجل من نعيم ومن قدرات حتى نتمكن من التضامن والتكافل. وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما كان يشبه الجسم المسلم والمجتمع المسلم، يشبه بالجسم البشري فيقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهناك مواطنين معنا الآن يشكون، يشعرون في أجسادهم بالسهر وبالحمى، يشعرون بشدة الفقر والخوف من المرض والمستقبل الذي يطرح أكثر من علامة استفهام. الحمد لله هناك تطمينات كثيرة تظهر على الأفق، فمنذ أن طبق المغاربة الحجر الصحي ونحن نرى بأننا نتمكن إن شاء الله تعالى من تطويق هذه الآفة ونخرج منها بسلام. غايتنا أيها الأحبة الكرام من خلال هذا البرنامج أن نقوم بتحسيس القلوب والعقول من أجل أن نتضامن ونتكاتف. الحمد لله رأينا في الآونة الأخيرة مبادرات حسنة في المدن وفي القرى على وجه الخصوص. هناك مجموعة من القرى والبوادي النائية حيث فيها صعوبة المسالك، ورغم الطرقات الصعبة فإننا سمعنا ورأينا وتتبعنا مبادرات حسنة قام بها أناس من أهل الخير والفضل، منهم من ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني، ومنهم أصحاب القلوب الرحيمة الذين يتضامنون فيما بينهم من أجل العطاء ومن أجل التضامن، وتحدوا صعوبة الطريق والمسالك الوعرة، تحدوا كل شيء واستطاعوا بفضل الله وبجهودهم أنهم يوصلون المؤونة لبعض البيوتات التي توجد في أماكن بعيدة جدا، إما في قمم الجبال وإما في الأماكن الوعرة ذات المسالك الوعرة، أوصلوا إليهم المؤن، وهذا كله شيء مشرف. حقيقة أن الدولة قامت بمجهود كبير من خلال إحداث صندوق الذي يقوم بمواجهة جائحة كورونا. وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قامت بإحداث الرقم الهاتفي الذي من خلاله كل المواطنين سوف يساهمون، كل على قدر استطاعته. فالرقم المتداول بين الجميع والمعلوم بين الجميع هو 1919. هذا الرقم هو لمشاركة جميع الراغبين في صندوق تدبير جائحة كورونا، قامت به الوزارة للاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، واعتبرت بأن كل رسالة SMS نحو هذا الرقم تمثل هبة قدرها 10 دراهم. فهذا واحد الإنجاز،
واحد الوسيلة اللي لا يمكن إلا أن ننوه بها ولا يمكن إلا أن نشيد بها. وسمعنا مؤخرا الحمد لله بعد مداولات كثيرة مع المسؤولين أن الطريقة للاستفادة غتكون بحسب الناس اللي هم منخرطين في منظومة الرميد. منظومة الرميد منظومة صحية، هناك قاعدة بيانات فيها من هم يستحقون المساعدة، والحمد لله تم توضيح كل هذه الأشياء مما يدخل السرور والفرحة في القلوب، خصوصا عند الأسر والعائلات المعوزة التي تعمل بالقطاع الغير مهيكل وتستفيد من الرميد. فمن باب التذكير الحمد لله قريبا ابتداء من 6 أبريل سوف يتم تفعيل مقتضيات الصندوق، صندوق التضامن. فكل أسرة فيها فردين أو أقل من ذلك سوف تستفيد مبلغا قدره 800 درهم، وكل 3 أفراد إلى 4 أفراد، أسرة مكونة من 3 إلى 4 أفراد ستستفيد مبلغا قدره 1000 درهم، وكل أسرة يتعدى عدد أفرادها 4 أفراد ستستفيد من مبلغ قدره 1200 درهم. هذه مبالغ مهمة بالإضافة إلى التضامن والتكافل بين الأسر وبين العائلات وبين الجيران. سنكون إن شاء الله تعالى قادرين على أن نواجه هذه الآفة في القريب العاجل، ويكون التموين في كل بيت وفي كل زقاق وفي كل حي، كل عائلة إلا وسوف يكون عندها الرصيد الذي به تقوم بالتمويل لأفراد أسرتها. كذلك نذكر بالإضافة إلى التضامن والتكافل، فالوزارة ديال الصحة وضعت خطا هاتفيا للمساعدة الصحية اللي هو معروف ألو يقضى الوبائية، اللي هو الرقم الأخضر 08-0147-47 08-0147-47. هذا كل من شك بأنه ربما مريض أو ربما عنده بوادر لا قدر الله ديال هذا الفيروس ديال كورونا، لا عليه إلا أن يتصل بهذا الرقم وسوف يجد الإرشادات والتوجيهات اللازمة. كذلك الرقم الآخر اللي هو ألو 141، هذا خاص بالمساعدة الطبية الاستعجالية، ألو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية. فكل هذه المبادرات تدخل في إطار المساعدة والتضامن والتكافل، دون أن ننسى بأن الظرفية الراهنة سمعنا بأن المركز أو المراكز المكلفة بتحقن الدم أيضا تقدم نداءات لمن أراد أن يتبرع بالدم، لأن هناك أناس محتاجين إلى قطرة من الدم، ومن آنس من نفسه قوة وآنس من نفسه قدرة فما عليه إلا أن يتوجه إلى المصالح المكلفة، وهناك سوف يجد إن شاء الله تعالى الترحاب والإشادة لكي نقوم بإنقاذ أرواح لي بريئة في مواجهة صعوبة المرض. كل هذا ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلينا ويتنزه، لأن كل ما يقع هو عبارة عن منافسة في فعل الخيرات. كل ما يقدمه العبد إنما يقدمه من باب القرض، هو يقرض الله. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فحري بنا أن نتعاون ونتضامن من أجل العطاء ومن أجل المساعدة والتكافل والتضامن الذي هو من مبادئ ديننا الحنيف والذي هو من قيمنا وتقاليدنا المغربية الأصيلة. أرقامنا الهاتفية مفتوحة في وجه الجميع، وهي كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50
أو 51 أو 52. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.